ودلوقتي ايه معكم وكل الناس مع عمرو الليثي على راديو مصر 88.7 FM. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير يا كل الناس في مصر المحروسة. معاكم عمرو الليثي على راديو مصر ببرنامج كل الناس النهاردة وكل يوم خميس من 1 لـ3 الظهر. لكل الناس في مصر، موظفين وفلاحين، صنايعية وعمال، مدرسين وسواقين وركاب التاكسي الأبيض والتاكسي الأسود والتوك توك والأتوبيس والملاكي، فقراء ومستورين ونفسهم في السدر، الناس المحتارة المحشورة في المواصلات والأسواق والشوارع، بيشتغلوا ونفسهم يلاقوا عائد لشغلهم وحياتهم تمشي والبلد كمان تمشي، الناس اللي بتحلم بسقف وهدمة ولقمة ودخل معقول وأسعار مناسبة، كل الناس اللي مستنيين من شهور وسنين بين سياسة غايبة وحكومات تايهة وعجزة، تايهين ونفسهم الحياة تستقر ويلاقوا بلدهم على الطريق الصحيح، ناس طول الوقت مستنيين وراضيين بالهم والهم مش راضي بيهم، منسيين من الإعلام ومظلومين من الحكومات والمسؤولين، نفسهم يلاقوا إجابات لأسئلتهم البسيطة اللي هي إمتى هيبطلوا يشدوا الحزام ويعيشوا زي بقية الشعوب بحرية وأمان، الناس اللي في الفرح منسيين وفي الحزن دايما مدعيين، الخايفين من الانفلونزا الغامضه ومش لاقين مسؤول واحد يقول لهم الحقيقه، يطلعوا من انفلونزا الطيور لانفلونزا الخنازير لنار الاسعار، نفسهم حد يكلمهم من غير ما يشتكوا وحد يسمعهم من غير ما يصرخوا، شغالين ليل ونهار زي النمل ونفسهم ولادهم يشتغلوا وبناتهم تتستر. يا كل الناس، احنا منكم وليكم، من أسبوع لأسبوع بنجلكم نسمعكم ونسمع منكم ونفضفض معاكم وتفضفضوا معانا، مش جايين نشيل معاكم حمل عارفينه تقيل، عايزين نرجع نضحك زي زمان ونساع بعض زي زمان، مش جايين نزود همكم، جايين نسمع لكم وندور على طاقة نور في إن بكرة يكون أحسن من النهاردة. كل الناس لازم تتكلم، ودور الحكومة والدولة إنها تسمع وتنفذ، جايين نسمع منكم ومن الناس اللي نفسها البلد تمشي، بس إيه، تمشي صح والأسعار تتظبط والقانون يتطبق بجد على الكل، ناس نفسها تعيش في أمان. يلا يا كل الناس، تعالوا نبدأ أولى حلقتنا في كل الناس بعد الفاصل. اهلا بيكم مرة تانية في كل الناس، ومعاكم عمرو الليثي وبرنامجكم كل الناس، وبنقول يا ترى الناس النهاردة بتفكر في ايه وشغلهم ايه، تعالوا نسمع الناس هتقول ايه في التقرير ونرجع تاني. انا النهاردة نزلت السوق عشان خطر ان انا اشتري خضار، اشتريت الاسعار اغلى من المكانة ضعف تقريبا، الكوسة بسبعة جنيه، الخيار بخمسة، الطماطم بثلاثة ونص، ده غير بقى اسعار الفاكهة اللي هي اساسا بقت ما يعرفش واحد يجيبها اصلا، بعدين انا اساسا موظفة في وزارة الزراعة، قعدوا يتكلموا على الحد الادنى للاجور، ما فيش اي حاجة من دي اتطبقت، ومع ذلك الاسعار زادت الضعف. ولا حاجة، ده مين قاعد على المحطة أول بتاعة حلال أوبا مستنية 88، بقالي ساعة أول مستنية، معيش إن أنا أخد تاكسي عشان أروح باب الشهرية أقضي مشوار صغير، وهيك يعني نفسنا المواصلات تبقى حلوة والدنيا تبقى هادية شوية نعرف نروح ونيجي، المشوار اللي تروحيه أكتر من اللي أنت جاية منه، يعني مفيش نص ساعة لأن المشوار اللي أنا رايحاه، أديني قاعدة بقالي ساعتين أهو ولا رحت ولا جيت. أنا تاجر فراخ اسمي سمير نيروز. اولا السعر بيطلع وينزل حسب العرض والطلب، لكن في عرض ومفيش طلب، لان كل مدى السوق بينزل مفيش حد بيشتري، ان في ركود في البلد،
سعر الفراخ يعني مثلا البيضة 15، البلدي 20، الحمام 33، الأرانب 27، البط 30، الرومي 35، لكن ما حدش خالص بيجي يشتري. صلاح سالم دلوقتي بيمشوا عكس اختلط الطرق، ساعات بتبقى وحشة عمال على بطال، اللي بيجي عكسه اللي ده طبعا بيوقف حركة المرور طبعا، واللي مثلا جاي من الشمال لليمين ومن اليمين للشمال، واللي واقف راكب مستني يحمل في طريق عام، يعني الطريق مش مظبوط. طبعا الاسعار احنا بنتكلم عليها، اللحمه دي بقت خارج المنافسه خالص، لان الاسعار بقت شديده وقويه، وممكن تقولي بقت مره واحده في الاسبوع بدل ما كانت مرتين او ثلاثه في الاسبوع، والرواتب واقفه والمعاشات واقفه، فيعني هي دي الازمه اللي احنا بنتكلم عليها. يعني بشتكي من الزحمه بس، تهيئ العمل كبير، عملوا كل حاجه، اعملوا ايه تاني؟ طيب هي البلد كده، العربات اكتر من بنادم. ببيع لوطة هنا ب2.5، والوقت البيع مش زي الأول، مفيش، يعني إحنا بنبقى طول النهار قاعدين نتفرج كده على نفسنا، مفيش بيع ولا في شراء. السبوة بتقعد عندنا 3-4 أيام 5 أيام لما تخلص، مش زي الأول كنا على طول يوم بيوم نور ننزل السوق، الوقت ما ننزلش السوق أنا كل 4 أيام مرة. أنا اسمي حسن إبراهيم ومسافر إن شاء الله رايح اسكندرية. والله بالنسبة للقطارات أنا نفسي يعني التزام بالمواعيد ماشي، والقطارات تزيد وترجع زي ما كان، والأمن يكثر بس مش أكثر ولا، لكن هي بالنسبة لي دلوقتي نقول 50% من قيمة القطارات اللي شغالة كويسة ونعمة وردة وأحسن من المواصلات الخارجية من بره، فأنا أتمنى من ربنا إنها تزيد والصيانة تبدأ تشتغل مع الأمن في البلد. أكيد الحاجة بقت بالضعف طبعا، خضار 50 جنيه، الناس كانت بتخرج تجيب بيها أكلة، دلوقتي يا خضار يا إما يا دوب فرخة بالعافية، لكن أنا نعمل إيه؟ يمكن أنا بقدر أجيبها، غيري أكيد مش هيقدر. ومكملين معاكم وكل الناس، وكل الناس مع عمرو الليثي على 88.7 FM. الناس عاوزة ايه والناس شايفة ايه ومشاكلها ايه، سمعتم اتكلموا وقالوا، ومطالبهم بسيطة واحلامهم ابسط، ولسه كلام الناس مخلص، خلونا احنا كمان نتكلم بلسانهم ونقول اللي هم ما قالوهوش. سقوط كوبري الشيخ منصور بين المرج وعزبة النخل بيكشف عن غياب الصيانة، والناس بتقول دي مش الكباري بس اللي عاوزة صيانة، دي الحكومة كلها ناقصها صيانة لأنها حكومة قايلة للسقوط. وزير الاستثمار بيقول نستهدف تحقيق معدل نمو يصل ل 3.5% للعام الحالي، والناس بتقول يا ترى ده نمو للحكومة ولا للمواطن اللي نموه وقف من سنين. وزير الإسكان بيقول مصر عانت ارتباك كبير في الاستثمار في الفترة اللي فاتت، والناس بتقول ويا ترى الارتباك اللي هو سيد الموقف هيطول معانا ولا هيخلص يا معالي الوزير. المنطقة الصناعية بقوسنا بالمنوفية غرقت في مياه الصرف الصحي، والناس بتقول واضح ان المحافظة غرقت عشان كده كله بيغرق. نقابة علماء مصر بتقول ان في لجنة لدراسة اسباب الفجوة بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة، والناس بتقول والله الفجوة مش بس بين الجامعات، ده كمان بين الحكومة والمواطنين. وزير الزراعة بيقول انه انتهى من استيراد 146 ألف طن تقاوي بطاطس، والناس بتقول ما ينفعش كمان نستورد حكومة تشتغل بجد. وزارة الصحة بتعلن انه هيتم انتهاء انشاء هيئة الرعاية الصحية وإلغاء العلاج على نفقة الدولة، والناس بتقول المهم المواطن يلاقي علاج قبل استخراج شهادة الوفاة. المهندس خالد الجبرتي المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات بيقول 45% من المناطق الغير آمنة بالقاهرة و13% بالإسكندرية، والناس بتقول نفسنا نلاقي مسؤول يحل أزمة العشوائيات مش يوصف حالنا بس. نلتقي بعد الفاصل. ولسه معاكم مع عمرو الليثي، مع عمرو الليثي. ورجعنا لكم تاني، وزي ما قلت لكم الشباب هو المستقبل وهم كل حاجه،
ومن غيرهم مش ممكن البلد تمشي. وحفضل أقول وأعيد إن الشباب هو اللي شايف ولازم نسمعه. الشباب هو اللي غير وهو اللي يقدر يغير تاني. الشباب نص الحاضر وكل المستقبل. الشباب محتاج اللي يسمعه ويقدم له اختيارات. لما يكون نص الحاضر مش لاقي شغل يبقى كل المستقبل ايه؟ ضايع. الشباب عاوز فعل مش كلام. ويا شبابنا ما تيأسوش، شاركوا وطلبوا وتكلموا وتحركوا واحنا معاكم. تعالوا نسمع الشباب هيقول ايه. لسه معاكم ولسه معاكم مع عمرو الليثي. بندرس كلية تجارة انجليش. المناهج عندنا طبعا صعبة خالص، ملهاش علاقة بالواقع. بندرس حاجة وما بنطلع يعني زي ما اللي اتخرجوا ايه هم بيشتغلوا بحاجة تانية خالص. مناهج كتيرة، الدكاترة مش وحش من الكتب، الكتب مستوردة على الفاضي. بنشتكي معاملة الدكاترة، الدكاترة عاملتهم وحشة خالص، معاملة غير آدمية، مع ان احنا المفروض احنا ندفع فلوس كتير عشان يبقى في معاملة كويسة. ما فيش خالص، بيعاملونا برضو معاملة زي اي حد عادي، يمكن اوحش كمان، بيقولوا الفاظ ما ينفعش تتقال. مشكلتنا كشباب البطالة إلى حد ما، يعني لأن لما بنتخرج بيبقى مطلوب خبرة، المفروض إن الخبرة دي بتيجي من الشغل والشغل عايز خبرة، فهي دي مشكلة بالنسبة لي يعني. لا نفسنا البلد تتحسن للأفضل. طبعا كل شاب المفروض من حقه يتخرج يشتغل، حد يكون أسرة يكون بيت بعد كده، دي فكرة كل شباب. بس كل شاب مشكلته ان هو لما بيطلع يلاقي اهله حياتهم بسيطه بيفضل برضك زي ما هو حياته بسيطه، ما عادش يطور من نفسه، ان الدوله مش مديله حق ان هو ايه يطور من نفسه، يفتح نفسه مكانه او يعمل نفسه اي حاجه او بشهادته او بمؤهله. اللي بيجي يلاقي والده دكتور بيطلع دكتور، بيلاقي والده مهندس بيطلع مهندس. بس هي دي مشكله الشباب. التعليم في مصر مش تعليم كويس، مفيش انتظام، مفيش اي حاجه خالص. طب حقيقة عملية في المستقبل برضه مفيش اي طموحات عند اي حد بسبب الاحباط اللي بيحصل في البلد. انا طالب في كليه حقوق من جاي جدا 3 سنين اللي فاتوا وحاليا في رابعه، ويا عالم هدخل حاجه ولا هيكون ليا مستقبل ولا لا. فده حاجه غلط على الشباب كلها، فده سبب يخلي الشباب كلها تبقى محبطه، مفيش حد حابب التعليم. اهم مشكله ان الواحد خايف على مستقبله. لما الواحد يبقى لسه شباب، او انا مثلا واحد لسه في اولى جامعه وده حاضري، ولما اشيل الهم قدام واتجوز وافتح بيت هيبقى مستقبلي عامل ازاي؟ هي دي اهم مشكله. المشكله ان انت تفكر مستقبلك ازاي. التعليم في مصر ضعيف جدا وتعبان، يعني لما الواحد لما بيتخرج الشغل يجي يشتغل يحس ان هو ما تعلمش اي حاجه. كل اللي احنا بنتعلمه ده حاجه، واللي بنشوفه بنطلع بره في الحياه العمليه والشغل حاجه تانية خالص. دلوقتي معظم بتوعه عندي حتى خريجين بيشتغلوا في مجالات تانية خالص، يعني انا ليا اصحابي خريجين حقوق شغالين مضيفين طيران. ايه علاقه ده بده؟ طبعا ما فيش اي علاقه. فيعني انا نفسي كل مجال او كل شاب بيتخرج من تخصص ان هو يركز في مجاله، وان يبقى فيه توفير فرص لينا ان احنا نعرف نشتغل في المجال بتاعني او مجال دراستي انا، لان اكيد هفيد البلد فيه اكتر. يعني عادي بعد مثلا سنين التعليم دي كلها اتخرجنا كلنا، كل واحد عايز يشتغل مش هيلاقي شغل. يعني مثلا دلوقتي في شغلانات في قضاء الدوله كل الناس شغله مقدمه، مين بقى اللي هيقبل ومين مش هيقبل؟ وايا كان في ممكن واحد تقديره جيد جدا وامتياز وبرضه ما يشتغلش. وقع ومكملين معاكم وكل الناس مع عمرو الليث. كلام الشباب كلام في المليان. يا ترى في حد ضمير وعنده شويه دم واحساس يحس بالشباب الموجوع المكلوم ويحس على دمه ويتحرك ويعمل حاجه للشباب دول؟ اتمنى. لسه معاكم وبكمل موضوع المصريين والحاله النفسيه للمصريين، الاكتئاب والنكته والبهجه المفقوده، وازاي المصريين اصبحوا قلقانين من المستقبل، متجهمين مكشرين ومحدش طايق حد. وشوف الناس كده خليط من الخوف والقلق ويمكن كمان الاكتئاب، وهم نفس المصريين اللي كانوا في كل الاوقات بيبتسموا وينكتوا ويضحكوا، بيسخروا من الحكومه ومن احوالهم. والشعب اللي كان معروف ان هو ابن نكته ما بقاش زي الاول. هل فعلا الشعب ما بقاش زي الاول؟ في عالم تاني من التنكيت وطريقه للتعبير عن الغضب، طريقه للسخريه والفكاهه والنقد الاجتماعي. وبقصد هنا فن الكاريكاتير، هو فن بدأ في الصحافة وبيتعامل مع الناس والنكتة وبيمثل زي ترمومتر للحالة النفسية للبني آدم المصري. الكاريكاتير فن ساخر من فنون الرسم بيبالغ
في إظهار تحريف الملامح الطبيعية أو خصائص شخص أو جسم ما بهدف السخرية أو النقد الاجتماعي أو السياسي. الكاريكاتير القدرة على النقد بما يفوق المقالات والتقارير الصحفية أحيانا، وهو فن قديم كان معروف عند المصريين القدماء، وأقدم صور ومشاهد كاريكاتيرية حفظها التاريخ تلك اللي حرص عليها المصري القديم على تسجيلها على قطع من الفخار والأحجار عشان يشير إلى العلاقة غير المتوازنة بين الحاكم والمحكوم. يعني المصريين كانوا من أول من ابتكر فنون الكاريكاتير، وفي العصر الحديث بدأ الكاريكاتير على إيدين رسامين أجانب في مصر اتسع وتنوع، وظهر عشرات من كبار رسامينا المصريين بعد كده زي رخا وأحمد حجازي وبهجة عثمان من مدرسة روزا اليوسف، ومصطفى حسين اللي كون هو والكاتب الساخر الكبير أحمد رجب دويتو مبهر للكاريكاتير وكان بيقدم نقد اجتماعي وسياسي. والمدرسة أخبار اليوم خرج الفنان اللي هيتكلم معانا النهاردة عن الكاريكاتير والضحك والسخرية السياسية والاجتماعية، وكمان هنسأله عن المدارس الجديدة اللي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي زي فيسبوك وتويتر، وهو فنان معروف برسوماته اللي بتجسد الواقع بشكل مختلف ومتميز. قدم عدد كبير من المعارض التشكيلية وأكثر من 18 كتاب، واشتغل مع الكاتب الساخر الكبير أحمد رجب، والحقيقة قدموا مع بعض دويتو ناجح لا يقل عن الدويتو اللي كان عامله مصطفى حسين مع الأستاذ أحمد رجب. معانا النهاردة الفنان الجميل والرسام المعروف رسام الكاريكاتير في الأخبار الفنان عمرو فهمي. ازيك يا أستاذ عمرو؟ أهلا يا عمرو بيه، ازاي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الله يخليك، ميرسي جدا على التقديمة الجميلة دي. وعلى فكرة انت المفروض تنافسنا وتخش معانا في مجال الكاريكاتير، لان انت نمرة واحد نقدك لازع، نمرة اتنين مغلف بخفة دم جميلة اللي هي يعني مشهورة بها المصريين، فاعتقد ان في منافس قوي هينزل معانا للساحة. ما تعلاش على الحاجب، ربنا يخليك. العفو. انت الحقيقة يعني رسوماتك وابداعاتك الرائعة يعني بتخلينا كلنا بنبقى سعداء جدا لما بنشوفها وبنستمتع بيها جدا. بس خليني اسألك في الاول، انت فعلا متفق مع الرأي اللي بيقول ان المصريين خلاص ما بقوش بينكتوا زي الاول، ما بقناش نسمع حتى كلمة سمعت اخر نقطة؟ لا ما اعتقدش خالص، لان احنا الفن الكاريكاتير بيزدهر عامة في الازمات، وزمان اساسا ايام لما حضرتك تفضلت مشكور قلت رخا وبهجة عثمان والليسي والكلام ده كله، الناس احيانا كانت بتعرف ان في مشكلة ما حصلت من فن الكاريكاتير، سواء ازمة حصلت في ازمة زيت، ازمة في مواصلات او غيره، فبالتالي فن الكاريكاتير مرآة بتعكس المجتمع تماما، ولكن له عدسة خاصة اللي هو بيرصد بها الاحداث. فالشعب المصري شعب ابن نكتة، وكنت عامل انا كتاب حتى كان اسمه نص ضحكة، كاتب الكبير انيس منصور كان عامل فيها في المقدمة بيتكلم ان بعد هزيمة 67 كان في سخرية فظيعة جدا من النكسة، فحتى لدرجة ان الرئيس عبد الناصر طلع وطلب الناس ان هم يهدوا شوية على التنكيت. فمعنى كده في عز الهزيمة الناس بتنكت وبتسخر، لان اولا فنان الكاريكاتير يعتبر ببيع المية في حط السقايين، لان كل الشعب المصري ابن نكتة، فبالتالي دي مهنة فظيعة جدا. واذا كنت تتكلم على المهنة دي شغالة ولا لا، انا بفكر انا ابيع فول اليومين دول لان الحكايه خلاص ما عرفتش نفع. طب خليني كده قبل ما اطلع فاصل اقول لك، بس سمعت اخر نقطه؟ لا. طب قول لنا اخر نقطه. انا برضو بمناسبه ان احنا عايزين نتكلم بقى في حاجات خفيفه كده ودمها خفيف، ده كنت عامل انا كاريكاتير واحد بيكلم صاحبه، فبيقول له انت عارف ليه خلوا دبله الجواز في الايد الشمال؟ قال له ليه؟ قال له عشان تبقى ماسكاك من الايد الضعيفه. احنا كلنا مبسوطين من الضعيف. طيب قبل ما نطلع فاصل مع فناننا الجميل عمرو فهمي اللي منورنا النهارده، استاذ عمرو معانا تقرير نزلنا الشارع سجلنا مع الناس سالناهم انتوا بطلتوا تضحكوا ليه؟ يا ريت نسمعوا مع بعض. نسمعوا مع بعض يا ريت. الناس ما بتضحكش ليه؟ اول حاجه بصي في حال البلد نفسها، مفيش اي حاجه دلوقتي بتحصل، الحكومه بتتكلم في كلام ما فيش اي حاجه بتحصل في الكلام ده، يعني يطلع على فوق في الاخر كاني ما فيش حاجه، يعني منهم زينا احنا في الشغل يعني بيقولوا لنا على حاجات بتحصل مش عارفه وهيحققوا لنا مش عارفه، لكن في الاخر ولا حاجه بتحصل. عشان كده طبعا هم من الناس واسعار والاسعار زي ما انت شايف كل يوم والتاني في الغلا والارتفاع، ومش حاسين بالطبقه الفقيره اللي تحت، الطبقه الفقيره اللي تحت تقرب تتعدم النهائي.
الواحد ما بقاش يضحك من الهموم. الاول كان الواحد مثلا ماشي باستقرار وعنده عيال وعارف ان ده ميزانيته قد ايه، يعني عندنا مثلا قال لك في زياده للناس، زياده في المرتبات، جم دلوقتي قال لك لا ده في خصم مش عارف ايه. اهم حاجه ميزانيه البني ادم اللي هو بيصرف على بيته وعياله وكده منه، لما بتقل يبقى في ضيقه، في زعل، في بتنقلب طبعا على الاسره في البيت. لا هو اخر مره ضحك يوم ما خلفت اول عيل بالنسبه لي، وبعد كده بقى الحياه كلها هموم. الناس ما بتحبش بعضها حتى في البيوت، حتى الاسر، حتى الزوج مع زوجته. دي مزعلاني، شباب صغير انا بكلمك وعايز ابكي. مفيش امان، مفيش اخلاص بينا وبين بعض والله. حتى اللي بيضحك بيضحك مش من قلبه زي الاول. يا ده احنا بقالنا كتير وما ضحكناش بجد من الهموم. الناس شايفينها ايه اللي معاك بكيف الدنيا؟ كل حاجه غاليه في العيشه وكل حاجه للناس، وما فيش حاجه بقت حلوه في الدنيا، صح ولا لا؟ انا بتكلم غلط. بالنسبه للمواطن المصري، عدم الضحك بتاعه او عدم اللي هو مبسوط او حتى يوم كده او يوم كده، الحاله الاقتصاديه بتاعت مصر، وخايف من اللي جاي عشان اللي جاي ممكن يكون أسوأ او كويس او وحش، فده يعني غبيات يعني ما علمهاش الا ربنا سبحانه وتعالى. موضوع الضحك وكده ده مرتبط باقتصاد البلد وسياسه البلد وحاجات كتيره جدا في مصر. طالما في ربنا موجود بيتحكم في الكون دوت، فانا متفائل ان بكره ربنا جاي كويس، يعني ان شاء الله جاي كويس، يعني اكيد يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال لك بشره ولا تنفره. الناس ما بتضحكش من غلاء الاسعار، البلد حاله بيدور، مش عارفين مين الصح من مين الغلط، الناس متوهانه، الاعلام برضو في نفس الوقت متوهانه. طيب والله يا البلد من الغم اللي فيها ما فيش حد من الناس يضحك اصلا. الناس ما بتضحكش عشان الضغوط اللي في البلد، كل الضغوط اللي احنا شايفينها دول، ضغطي نفسي وعصبي من كل الاتجاهات، دار السياسي واللي في البلد واللي بيحصل في البلد، بس في البلد ده حاجه لا تطاق. احنا بقينا مشتتين مش عارفين ايه الصح وايه الغلط، احنا ما عايشين كده. والزيادات اللي بتحصل بطريقه رهيبه، زيادات دي مش زيادات، دي حاجه بشعه. ضحك احنا نسيناه اصلا، نسيناه بجد والله. الضحك ده ضحك ايه وبتاع ايه؟ اما يكون واحد مرتبه 1200 جنيه يقول لك 1200 جنيه، 1200 جنيه هيعمل ايه في الشهر؟ ما واحد عنده 3 4 عيال هيعمل له 1200 جنيه دول؟ ولا حاجه طبعا. ضحك ده ضحك غالي، ده احنا خايفين نضحك. ومكملين معاكم وكل الناس مع عمرو الليل 87 اف ام. معاكم مع عمرو الليل. ورجعنا لكم تاني في كل الناس، ومعاكم عمرو الليسي، ولسه منورنا ومشرفنا الفنان الكبير رسام الكاريكاتير المعروف عمرو فهمي. يعني ساعات بتنزل الشارع كده يا استاذ عمرو وتقعد تبص على الناس، تلاقي الناس كده راكبه الاوتوبيسات متجهمه كده، راكبه التاكسيات متجهمه، سايق العربيه متجهم. هي الناس بطلت تضحك ليه؟ في ظل اللي بقى فيه مشاكل اقتصاديه، وطالما الجيب خاوي فتلاقي الذهن مشتت. يعني الناس دلوقتي كل واحد وراه بنته، وراه ابنه، وراه مصاريف مدرسه، وراه هدوم، وراه التزامات المعيشه العاديه، فبالتالي بقى مهموم. يعني المواطن المصري بقى ماشي يعني وكاتب على قرطه الهم للجميع. لكن دايما بيحاول لانه يتغلب على الحكايه دي، بان هو الشعب مؤمن جدا وشعب يعني متدين، فبالتالي في امل وفي ثقه بالله كبيره جدا ان بعد دي ان شاء الله هيبقى في فرج. لكن فعلا هي المشكله بقت ايه؟ يعني بعد الثوره الناس يعني ايه عايشه في، يعني الله يرحمه القذافي، ثوره يعني اهدى بقى. يعني زي ما الشيخ الشعراوي بيقول لك السائر الحق يثور ليهدم الفساد والباطل وبعد كده يهدأ ليبني. لكن هتاخد الشعار على طول ثوره ما كده خلاص، زي ما الكاتب الكبير هيك لسه بيتكلم بيقول الناس هتاخد يعني معنى او مضمون الحريه ان هي عشان تهدم الوطن او الديمقراطيه. طب قول لي بقى، عايزين ناخد شويه بقى تعليقات من رسوماتك الجميله اللي يعني خاصه بحياتنا اليوميه. اختار لي كده مجموعه كاريكاتيرز تقراها لنا وعلق لنا عليها. عايز افكر. يعني انت مثلا رسمت الثانويه العامه كانها مشنقه للطلاب. يعني ده يعني كل سنه بيبقى فيه كان في نظام مختلف للثانويه العامه. فبالتالي دي انا عملتها رسم كاريكاتيري بدون تعليق، وكانها القوانين الجديده عشان تسهل للطالب، فهي بتسهله اللي هو مش للدخول الجامعه، للخروج اساسا من الدنيا. فبالتالي وكانه حبل المشنقه، وده كان كاريكاتير بدون تعليق. طيب ايه تاني عايز تقوله لنا من رسوماتك اللي انت بتنتقد فيها الاوضاع الاجتماعيه الحاليه؟ يعني مثلا في ارتفاع في اسعار اللحوم،
فكنت راسم مواطن كده رفيع خالص كده شبه الضيف احمد كده مع احترامنا له، وماشي متجوز واحده تخينه قوي. فبتاني بيقول لك خلاص يا معلم الصب بتاع الجزار شكله استغنى عننا خلاص. طبعا هنا فن الكاركتير بيعتمد على الرسم كرؤيه ومعاها التعليق المصاحب، فبالتالي لما بتبقى مشاهده غير انها تبقى تتقال يعني. صحيح. طيب يعني فلاح كفر الهناد وانت اشتغلت فيه مع الاستاذ الكبير احمد رجب مظبوط؟ اشتغلت معاه على مدار 3 سنين تقريبا. النهارده الفلاح ده لو موجود هيقول ايه؟ هيقول طوب مولوتوف احمدك يا رب يجعله عامر. يعني هو دايما الفلاح ده بيظهر في لرؤساء الحكومات وبيحاول ان هو يعبر عن غضب الشعب او تساؤلات الشعب او طلبات الشعب او سخط الشعب على الحكومه. حتى كان في دايما شخصيه اسمه الشيخ حمزه اللي بيدعي الحكومه دايما جايب سبحه سودة مش فاروزي او بتاع دي اللي بيقعد يعد بعدد حبات السبحه كان بيدعي على رئيس الوزراء وفي الاخر يقول له يجعله عامر. خبص الفلاحين. طب انت لو هترسم كاريكاتير على رئيس الوزراء الحالي حازم البلاوي تعمل فيه ايه؟ ما تخافش قول، ما تخافش. لا مش جريء، ما بصليش كده. ما بصلي ليه؟ لا يعني احنا بلد فيها حريه وديمقراطيه. ايوه وكله بالدستور. طب ممكن نرسم لو استعنا بفلاح كفر الهندوه وكرسي اللي بيقعد عليه يبقى هناخد هو المشهد ده. كرسي كبير جدا وعليه شخص يا دوبك واصل تلتين الكرسي مش واصل للحجم الكبير، لان دي حكومه جايه بعد ثوره شعبيه خرجت بتطالب حريه بتطالب اسقاط نظام معين او غيره، فبالتالي حكومه جايه ليها صلاحيات كبيره جدا ورئيس جمهوريه جه بطريقه برضو معينه. يعني انت عاوز تقول رئيس الوزراء مش ماله كرسي يعني؟ لا ما اعتقدش. اعتقد ان هو ممكن لو ايه لو ضرب كيلو كباب يعني يمكن يملى شويه وبالتالي يكبر وينمو ويقدر يقعد على الكرسي كده بالشكل اللي هو ايه يبقى رئيس وزراء مصر في مرحله دقيقه جدا من الحياه. فبالتالي يعني بقول لك ايه احنا نطلع فاصل عشان بنشاور ان نطلع فاصل ونعود وكل الناس مع عمرو فاهم. وين كان لكم عمرو اللي ولسه معاكم مع عمرو الليثي. ورجعنا لكم تاني في كل الناس ومعاكم عمرو الليثي ولسه منورنا رسام الكاريكاتير المعروف الفنان الجميل عمرو فهمي اللي كنا بنتكلم على رسومه الجميله جدا وشخصياته اللي هو يعني عملها والحقيقه يعني لاقت اعجاب ناس. مين تاني من الشخصيات اللي تحب ان هم تتكلم عنها من شخصياتك اللي انت ابدعتها في اخر اليوم؟ انا عملت مجموعه كبيره من الشخصيات، في حاجات مع احمد رجب، كان في واحده حلوه كده كان اسمها ايه دي شونيا. شونيا دي شخصية جميلة جدا، بنت يعني جميلة جدا ومبهرة الجمال، متجوزة راجل عجوز، وطبعا ان هو راجل عجوز ومعدي 90 فبالتالي يعني هنا وهي صغيرة في عصر الربيع التقت مع الخريف، فهنا اكيد في مشكلة ما يعني عملنا لها سيناريو كده كان في مشكلة اقتصادية او حاجة فده اتجوزها راجل ثري وغيره وغيره. فالراجل ده دايما ايه يعني حاسس ان هو قد جمالها وهي دايما يعني متجاهله ما بتبصوش غير بطرف عين كده او حاجه. يجي مثلا يقول لها فاكره يا شونيا يا حبيبتي امبارح وانا قاعدين في الحفله نانشي عجرم كانت عماله تغمش لي بعينيها بس انا قلت فشر شونيا حبيبتي بالدنيا. يعني تعال قاعد الشخصيه اللي قاعد عمال يحلي بيها نفسه قدام الناس. فده واحده تانية كان بيتكلم هو قاعد معاها كده وبيتحايل عليها بيقول لها يا ترى يا شونيا يا حبيبتي لما اكبر وعجش في الشن هتحبيني برضه؟ يعني ان هو فاكر نفسه ان هو لسه الراجل النخر. واحدة تانية كان بيتكلم بيقول فاكرة يا روحي يا شونيا واحنا في الكوشة وانا نمت منك وشحتيني الصبح. يعني دايما حكايات دمها خفيف طبعا، ودي كانت بتبقى على ريشة الكاتب الكبير الساخر احمد رجب ودي كانت من الشخصيات الجميلة. واحدة تانية كنت عامل شخصية اسمها انا بتاعتي انا شخصية اسمها الست سوسة، شخصية اللي هي عجوزة جدا ومعها قطة كده قاعدة وراها راديو عتيق زي الصندوق كده، دايما بتتكلم مع الأحداث لكن بأسلوب الإيه الست الطرشة اللي سماحها تقيل، فيجي جوزها دايما هو اللي معاه المعاناة دي يقول لها بقالي يومين والمرحوم أم بتندهلي، بتقول له بتقول إيه أحسن فريق في أفريقيا الأهلي؟
يعني هي دايما بتاخد حاجه مختلفه او هي بتقول كلام في الصميم لكن اللي بتسمعه. طب ايه الكاريكاتير اللي انت رسمته مثلا قبل الثوره 20 يناير وممكن لو حطيناها بكره في الاخبار تحس انه منطبق على النهارده؟ احنا عملنا كاريكاتيرات شديده جدا على الفساد سواء لو جبنا كل الرسومات اللي اتعملت في الاخبار هتلاقي في حاجات كتير جدا فيها نقد فظيع للساده الوزراء والساده رؤساء الوزراء وسواء الحكومات المختلفه. في رسمه كنت عاملها ابن البلد ماسك في ايده فاس وقدامه شجره ضخمه جدا وليها جذور متوغله جدا في الارض مكتوب عليها الفساد. هو بيحاول يقطع الشجره دي لكن مش عارف يوصل لاخر الجذور. شايف نفس اللقطه دي ممكن لو نزل التاني النهارده هتلاقي هي موجوده ولكن بمسميات تانية باشخاص تانية. القهوه مطلوبه، الناس فاكره لما كانت ثوره هتعمل كل تاني يوم تاكل الزرار الدنيا هتبقى وردي. في سلوكيات احنا نغير السلوكيات اللي جوانا الدنيا هتبقى بامبي. لكن طول ما احنا عايزين هيجي لنا بقى على طول، وال70 مليار اللي بره هتيجي تقسم على كل واحد وكل واحد هياخد كام، وكل واحد ماسك ورقه والقلم وعمال يطلب مشاريب على النوته على اساس لما تيجي الفلوس لسه هيبقى يحاسب. لا اشتغل وانت هتلاقي. على فكره بعرف واحد بالمناسبه دي اياميها يعني كان بيشتغل عند حد يعني عامل بوفيه في شركه، فراح خبط على الباب، فتح الباب كده من غير استئذان، قال له بقول لك ايه؟ قال له نعم. قال له انا مستقيل. قال له مستقيل ليه؟ قال له لا خلاص الشغلانه دي مش عزماني. قال له ليه مش لازمك ليه؟ قال له انا اصلي جالي فلوس كتير. قال له جالك منين يا محروس انت لا عندك فلوس ولا حاجه؟ قال له يا بيه الفلوس بتاعت مبارك هيقسموها علينا كان حاسب 900 فانا ليا 24000 جنيه واحنا خمسه، 24 في 5 يعملوا 200000 جنيه احطهم في البنك يجي لي قد اللي باخده منك مرتين. والغريبه يا عمرو على فكره ان الراجل مصدق، فالراجل مدير شركه قال له خلاص تحت امرك مع السلامه مشي. كت بعد ست شهور شاف الراجل ده ماشي في الشارع بيكلم نفسه. لا اعتقد ان اكتر من 60 مليون مش بيكلموا نفسهم بعد الحكايه دي. اصل حرب الاشاعات اقوى من حرب الصواريخ. فلما تقعد تعشم ناس باشياء معينه لا اشتغل ومن جد وجد، ده الدين بتاعنا بيقول كده. لكن انت هتستنى ان في احلام يقظه هتقوم تبقى كده، لا ده انسان كسول ومتواكل ما ينفعش الكلام. نطلع فاصل ونرجع بعد نواصل حوارنا الجميل مع الفنان الجميل اللي نورنا ومشرفنا النهارده عمرو فهمي بعد الفاصل في كل الناس. والكلامين معاكم افهات. ايه الكاريكاتير اللي انت لسه ما رسمتوش نفسك ترسمه عن الواقع اللي احنا فيه؟ يعني نفسي اعمل، يعني في ناس في اليابان مثلا بيبقوا مدمنين عمل لدرجه ان هم بيروحوا للدكاتره علشان خاطر ان هم يعالجوهم من مرض العمل. يعني نفسي اعمل حاجه كده واحد موظف اللي هو دايما الواحد لما يدخل كده اي مكان فيه موظفين حكوميين بحس ان هو جاي في وقت غير مناسب، يعني داخل عليهم كده في المكتب يا جماعه الله انا اسف ازعجتكم، يعني تحس ان هو داخل بيتهم، يعني دايما يحسوك ان انت جاي في وقت مش مناسب، يعني يا ريت تبقى تدينا ميعاد قبل ما تيجي. اتمنى ان الموظف ده يبقى يروح لاحمد عكاشه الطبيب النفسي الشهير ويقول له ارجوك يا دكتور انا بشتغل 24 ساعه نفسي اليوم 48 ساعه، ساعتها مصر هتتقدم. على فكرة عايز اقول لكم كمان بحكم ان الفنان عمرو فهمي صديقي انا عارف ان هو بيقلد كويس قوي 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 وبيقلد يعني بشكل كبير جدا فنان هو بيحبه قوي ورسمه في بورتريهات جميلة جدا الفنان الكبير عادل امام. يا خبر هتقلد لنا عادل امام بقى يا عم؟ انا ما اعرفش انا دي حاجات كانت بتبقى خفيفة كده ثم ده ديالوج يعني مش شرط التون بتاع الصوت يعني. لا صعب. لا 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 سمعنا حتة بس كده. هو كان في حته انا كنت قلتها للاستاذ عادل كان ضحك عليا جدا وقام حضني وبسني، حته كانت بتاعت مسرحيه شاهد ما شافش حاجه. بيقول له شنكل انت تعرف شوشو؟ بيقول له شوشو مين؟ بيقول له شوشو اصلا كان في الشارع اللي ورانا، تعرف عنده فلوس قد ايه؟ قال له طب احنا مالنا؟ قال له احنا مالنا ازاي؟ مش احنا اولى بدل ما يجي اي بلطجي يقتلها وياخدهم؟ انت عايز نسرق؟ شنكل انت مش هتسرق انت هتقتل. قتل؟ يقول له انا تخاف من ايه؟ انت كنت في كشافه زمان؟ دي هتدفع له الملعب 700 مره هتبقى تمام قوي. هتطلع لها فوق ترن الجرس هتفتح لك لابسه صندوق داخليه شفافه هتقول لها انا السباك هتقول لك ما عندناش حركات بتنقط وهكذا وهكذا وهكذا. على فكره اظن لازم يكون فنان الكاريكاتير عشان يقدر يضحك الناس لازم هو يكون سريع الضحك.
انت سريع الضحك ولا من النوع اللي في حياتك بيكون مهموم متضايق فبتعبر عن ده بقى برسوماتك الجميله؟ لو ما فيش شغل ممكن واحد بيستقبل الضحك او يبقى عنده كده قرون استشعار ان هو بيلقط حاجه دمها خفيف. واحد عنده الحاسه، واحد عنده الملكه دي فبيضحك، الواحد بيعز يضحك كده. ممكن مش لازم حد يتكلم، اشوف مشهد حد ماشي مع حد، واحد بيحاسب سواء تاكسي بيحاسبه ازاي، اشوف المشهد بشكل ساخر. يعني ده ممكن يبقى هو موجود اكتر. يعني نطلع فاصل نرجع بعد نواصل حوارنا الجميل مع الفنان عمرو فهمي عشان نساله على الكاريكاتير اللي هو لسه ما رسموش واللي نفسه يرسمه بعد الفاصل. ومكملين معاكم وكل الناس مع عمرو الليثي على 88.7 اف ام. في سوق المال صعود هبوط وثبات والاهتمام بورقة مال. ورقة مال على راديو مصر. مساء الخير. البورصة المصرية بترتفع في أستاذ عمرو فهمي. أستاذ عمرو، أنت رسمت رسمة لطفل رافض ينزل من بطن أمه بيقول مش هنزل دلوقتي غير لما أخلص الشات على الفيسبوك. ده الكاريكاتير كنت عامله، بقول ان الاطفال بقى عندهم ادمان للكمبيوتر وادمان للشات وادمان للفيسبوك والتويتر والكلام ده. فحتى الاطفال الصغيرين دلوقتي، يعني انا مثلا بنتي ابقى ماشي معاها راكبين مثلا عربيه او حاجه، لا بتشوف الشارع شكله ايه ولا تبرج على الاماكن ولا بتكلمني، عليها عينيها محطوطه في الشاشه بتاعه الموبايل، قاعده على الفيسبوك او على تويتر، بتحب تويتر اكتر، وهنا وهنا. فالناس يعني بحس ان هم بينسلخوا شويه من شويه من الواقع، وهيبقى عندهم مرض التوحد مع هذه الشاشه الغريبه، لدرجه ان لو في بيبي لسه هينزل من بطن مامته وعايز ينزل ولاده متعثره فيقول لها ثانيه واحده ما اخلص الشاشه ابقى انزل. طب شخصيه اصحابي اكيد سمعت عنها اللي عملت 4 مليون مشارك لغايه دلوقتي، هل دي غيرت مفاهيم الكاريكاتير في الفتره الحاليه ان احنا بننتقل بقى من الصحافه المطبوعه للمواقع والفيسبوك؟ الجميل في القصه دي حاجه واحده، ان هو واحد زي الكاتب الكبير احمد رجب عنده الملكه الساخره بشكل غير طبيعي، ولكن ينقصه موهبه الفن الرسم، عشان كده اتعمل الدويتو ما بين احمد رجب ومصطفى حسين الريشه الساحره. دلوقتي هم مش محتاجين ده، هم بيجيبوا كاركترات، بيجيبوا صور موجوده والناس عندها خفه دم غير طبيعيه، وبيحطوا التعليقات والكومنتات دي على الصور، فبالتالي طلعوا فن جديد جميل جدا، يعني ابهر العالم. فاحنا دلوقتي ابهرنا العالم، احنا نفخنا العالم ابهار. اذا حبيت تعبر عن الواقع اللي احنا عايشينه النهارده ترسم ايه بكره في الاخبار؟ ادينا صبغه كده رسمتك اللي جايه ايه؟ شجرة صغيرة وواحد مصري فلاح بيسقيها، هيبقى فيها أمل. يعني مش لازم تبقى فيها النقطة قد ما يبقى فيها، يعني إن شاء الله في تفاؤل، وإن شاء الله الشجرة هتثمر وتنمو وتزدهر وتنتج ثمار بعد كده، بس تريصها إن شاء الله. طيب وايه الكاريكاتير بتعتز بيه؟ اكيد انت في حياتك، شوف انت حياتك طويله المهنيه قد ايه، رسمت رسومات ومعارض زيت، وانا حضرت لك معارض كتيره ورسمت زعماء مصر، الرئيس عبد الناصر والسادات وغيره وغيره. ايه الكاريكاتير اللي انت بتعتز بيه كل ما تفتكر تقول انا فاكر الكاريكاتير ده؟ هو في الحقيقه انا برسم بقالي دلوقتي اكتر من 30 سنة ولا حاجة، يعني أنا صغير لكن عشان ابتديت مهنيا بدري فتلاقي عملت شغل كتير جدا. لكن أنا دايما بحب أرسم الرئيس السادات، يعني دايما بعمل بورتريهات للرئيس السادات و لو بتقلده كمان. لا يا عم روق يا عم، عايزين نخلص الحلقة دي على خير يا عمرو بيه. فبالتالي مفيش معرض أعمله وأبقى عامل فيه بورتريه للرئيس السادات. حتة السادات يلا. لا يا عمرو مش ممكن، مش ممكن ابدا. المهم السنة فمفيش معرض احط فيه بورتريه للسادات الا ما حد يجي يقتني اللوحه. اخر معرض عملته كان في الاوبرا، كان بمناسبه 25 يناير، قلت دي بقى دي مناسبه جميله واعمل معرض، وكان فيه اكتر من 115 بورتريه ولوحه. حصل في احداث رمسيس وبيولعوا كاوتش قدام الاوبرا عند فندق سميراميس، وكان في اعتداءات موجوده، وفي التلفزيون الشاشات بقى في دخان كثيف والدنيا ولعه، محدش جه المعرض. وفاجئ ان كان في واحد دخل كده الاوبرا وشاف المعرض، فدخل قال لي انا عايز اخد اللوحه بتاعت انور السادات.
قلت له يعني حضرتك طيب ان شاء الله بعد المعرض تعتبر رحبت بيه جدا جدا جدا، زبون زوزو جاي داخل المعرض فلازم الواحد يهتم بيه. اصر اصرار شديد جدا ان هو هياخد اللوحه ويمشي. قلت له بعد المعرض لان لسه في الافتتاح. قال لي هاخد اللوحه، يعني هاخد اللوحه. وفعلا ما مشيش غير لما اصر انه اخد اللوحه ودفع الفلوس وجابوا له ايصال ان هو يخرج باللوحه من الاوبرا. فده كانت حاجه يعني استوقفني حب الناس للزعامه، حب الناس ان يبقى فيه زعيم الناس هتلف حوله. وده اللي ان شاء الله يعني نامل ان هو مصر يجود بيها شخصيه زي الرئيس السادات كده او الرئيس عبد الناصر او اي حد من الزعماء اللي اسسوا تاريخ مصر الحديث بدايه من محمد علي، بس نختار واحد كده ايه بيحب مصر فعلا وعايز يضيف مش عايز ياخد ان شاء الله. انا بشكرك جدا، ربنا نورتنا، سعدتنا جدا النهارده في كل الناس، وانت من الفنانين الجمال اللي احنا بنحبهم جدا ورسوماتك بنتابعها كل يوم. أرجوك استمر كده ومتعنا دايما بآخر رسوماتك الحلوة اللي بنستمتع بيها. ربنا يخليك يا عمرو بيه، احنا بنستنى البرامج بتاعتك الجميلة. واعتقد ان انت بقيت يعني مش محتاج رسام، انت فنان كاريكاتير جواك ساخر جدا وقوي ولازع، فاعتقد ان اسحب دي هتنفعك. شكرا. ربنا يخليك. نطلع فاصل ونرجع تاني نواصل كل الناس، ومعاكم عمرو الليثي. ومكملين معاكم وكل الناس مع عمرو الليثي على 88.7 FM. رجعنا لكم تاني في كل الناس، ومعاكم عمرو الليثي. وصلنا لفقرة تصريحات في الهواء. تصريحات في الهواء مجموعة من الوزراء المحترمين. وزير الزراعة الدكتور أيمن فريد أبو حديد بيقول التعدي على 25% من مساحة المنزلة والبرولوس في 3 سنوات. طيب امتى بقى الحكومة تبطل تعد المخالفات وتتحرك عشان تشيلها؟ وزير الإسكان بيقول إن في مشروعات معطلة من 2007 بسبب غياب المرافق. الغايب يا سيادة الوزير حجته معاه، بس يا ترى الحكومة هتعمل إيه؟ سياسيون ونشطاء بيطالبوا بالاهتمام بالتعليم والزراعة ومحو الأمية ومشروع قومي يجمع الشعب المصري المتفرق، وبيحذروا من المطبلين والمنافقين. ربنا يرحمنا من التطبيل والمطبلاتية يا جماعة، أصلهم كتروا أول يومين دول. وزير التنمية المحلية بيعلن تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية قريبا. الله، هو كله كده قريبا قريبا، مفيش فورا. وزارة التموين أعلنت عن ضبط 62 طن منتجات غير صالحة للاستخدام بالأسواق. الله، كل ده ولسه الغش والغشاشين محصلنا في كل حتة. يا زمن. وزارة الزراعة أعلنت إسقاط 120 مليون جنيه ديون لبنك التنمية عن 4000 من أهالي سيناء. كويس، بس يا ريت ما تبقاش وعود في الهوى زي ما حصل قبل كده طول سنين طويلة، وانتوا فاهمين وأنا فاهم. وزير التضامن بيقول مفاوضات استرداد أموال التأمينات اللي دخلت خزينة الدولة عام 2002، يا ريت تنتهي المفاوضات بين الحكومة ونفسها لإعادة أموال التأمينات قبل الأحياء ما ينتقلوا إلى دار الآخرة. نلتقي بعد الفاصل. ناس وعمر الليثي، ووصلنا لفقرة بريد المستمعين. وعندي رسالة من نادي السيد القناطر بيقول فيها: نحن أهالي القناطر الخيرية نناشد الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل بإعادة تشغيل قطار محطة القناطر الخيرية القديمة المتوقف من 30 يونيو 2013، لأنه بيمثل أهمية كبيرة لمئات الآلاف من الركاب يوميا، وبيخدم مدينتي القناطر وأليوب وأهالي منوفية، ويساهم في حل مشكلة المواصلات، وبيرفع عبء مالي عن أصحاب الدخول المحدودة. وأنا بضم صوتي لصوتهم وبقول يعني إذا كمان ما فيش أسباب تمنع تشغيل قطر فإن تشغيله لازم يتم، لأنه بيخدم آلاف الناس يا سيادة الوزير. وعندي رسالة من العاملين في الصرف الصحي، قالوا إن إحنا بنموت كل يوم نتيجة تعاملنا مع مياه وملوثات الصرف الصحي، وتصيبنا الأمراض زي التهاب الكبد الوبائي B و C والأمراض الأخرى أمراض الجلدية،
والأمراض المعدية والعمل البصري، ولم يتم عقد اجتماع الجمعية العمومية لتحديد معدلات الإنتاج السنوي، وطالبنا بإدراج الأمراض دي كلها ومحدش عبرنا، ورفع نسبة بدل المخاطر اللي بنتعرض ليها، ورفع نسبة السهر لمية في المية من الأجر الأساسي، وبرضو محدش استجاب لينا، وبيقولوا ان هم هيعملوا وقفة اذا محدش رد عليهم. يا جماعة عبروهم، ردوا عليهم، عمال الصرف الصحي دول فوق راسنا، يعني دول ناس من اكتر الناس اللي بيتعبوا عشاننا، لازم يعني نراعي ونحس بيهم. اتمنى ان يكون في وزير محترم او مسؤول محترم او رئيس وزراء محترم يعبر الناس دولت ويحل مشاكلهم. واخيرا استطلاع مركز بصيرة لاستطلاعات الرأي بيقول 27% فقط من المسؤولين يرون اداء الحكومة جيد، و22% يرون اداء الببلاوي سيء، وانخفاض نسبة من يشعرون بالامان الى 49%. والله كويس ان لسه في ناس شايفة الحكومة كويسة، وناس شايفاها مش كويسة، وناس بقى مش شايفين حكومة من الأصل. انتهت حلقتنا النهاردة من كل الناس، ومعاكم عمرو الليسي، مستنيينكم على جروبة البرنامج على الفيسبوك، ابعتولنا قولولنا مقترحاتكم ايه، برنامج كل الناس لكل الناس. نشوفكم على خير ان شاء الله بإذن الله الخميس الجاي اذا كان في العمر بقية. سلام عليكم، مع تحياتي عمرو الليسي.